السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا دلوقتي نحاول نرسم خلاط كده مع بعض. فهبدأ أرسم القاعدة بتاعته اهيت، وممكن ناخد دي مثلا أو أعمل حاجة جنبيها بالشكل دوت. هديها طبعا زاوية، وهاخد دي برضو أعمل لها كوبي، وبعد كده أعمل لها ميرور، الاتنين دول هعمل سيلكت واقول له ضيفهم لي للشكل الاولاني، وبعد كده الغيهم فيطلع معايا بالشكل دوت. بعد كده خلينا نرسم بقى الشفره اللي في النص. ممكن اعمل حاجه مثلا بالشكل دوت، واجي هنا في الموتور، او ممكن الموتور هنا اقول له خلي حرف كيو، وهنا مثلا اخلي باك يمشي عكس بالدبليو، وهنا هخليه واقف بالاي. طيب بعد كده هبدا ارسم مثلا شفرات بالشكل دوت. اخدها كوبي وبعد كده اعمل لها روتيت، وبعد كده هعمل سيلكت على الشفرات، محتاج شوية تظبيط. وأضيفهم للشكل اللي تحت بالشكل دوت. تمام. وهبدأ أضيف بقى بعض السمار. تقدر بقى ترسم أي شكل السمار أنت عايزه. تمام. كنت اضيفها بالشكل دوت. طيب دي عشان تثبت هاجي هنا واقول له خليها جلو تو باك جراوند بالشكل دوت، وخليني اضيف شكل مثلا كان في اناء مثلا موجود اهوت. نعتبر ان ده ميه. اقول له قط، وده هحوله لسائل بالشكل دوت. ده هيلف هيبدا يقطع. طيب وعشان نساعد على التقطيع هبدا اقطعنا كده بالشكل ده باستخدام هذا القط، وخلينا نحرك. طبعا الحاجات كثيرة فالمطلوب مش قادر يشتغل بيه عليهم. كيو انا هبدأ ادوس كيو عشان المحرك يبدأ يشتغل ويقطع. محتاجين نزود السرعة بتاعته. خلينا نحط له بعض الحاجات. في واحد هنا بس ايه محتاج ان احنا نساعده شوية في التقطيع اهو. عايز تحرك العكس هتدوس بقى على W. طيب خلينا نوقف ونحط بعض الحاجات كده زي ما كنا عملناها الأول. وبعد كده هبدأ أقطع فيهم بالشكل دوت. هشغل برضه الحتت أصعب من ده تقطع.
ممكن نقرفه شوية ونديسك يو عشان يبدأ بقى ايه يشتغل براحته.